دكتور محمود محي الدين، اهلا وسهلا بحضرتك معانا. اهلا وسهلا، سعداء جدا بوجودك معانا في هذا البرنامج، وعارفين انك في زياره قصيره الى القاهره، تعود بعدها مره اخرى الى واشنطن ان شاء الله. أنا عايزة الحقيقة أقدم حضرتك، والحقيقة المسألة معايا يعني تحتاج إلى تفسير. حضرتك المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، ورائد المناخ للقمة 27 للتغيرات المناخية. وطبعا أنا عارفة أن حضرتك بتعتز بهذا الموقع على سبيل التحديد، أنك الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية. لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وهو كذلك رائد المناخ للقمة 27 للتغيرات المناخية.